قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. قادة الفرق الآن قاعدين هناك ما يدرون إيش الوضع، ما يعرفوا النتيجة نهائيا. تمام؟ أذكر يا جماعة، المكعبات تقدروا تختاروا 1، 2، 3 براحتكم. ممكن تختاروا 4 مكعبات لمرة واحدة فقط، وهي الورقة الرابحة. كل مكعب يعني أن لديك 5 درجات، مكعبين يعني 10 درجات. وهذا قاعد ياكل، لا اله الا الله، ما شاء الله تبارك الله، ايش قاعد يسوي هذا؟ القاعد هذا متكي. طيب نكمل يا جماعه، والله تركي واضح انه متوتر ولا قاعد يفكر في فريقه، شايل همهم. من هذا متى جاي هنا؟ يعني قلت الظروف، بس قلت الظروف، شفت كيف انا اخدمكم؟ طيب شكرا. الان نروح لفريق قدها، ناخذ التليفون اول. من ترشحه؟ مبارك؟ تعالي مبارك. اماني، يا هلا والله، مرحبا يا اماني. اهلا اماني، كيف حالك؟ طيبه؟ الحمد لله كويس. معليش، انت مع فريق قدها الان، لكن انت تشجعيهم ولا تشجعي كفو؟ بصراحه عادي كفو. يا الله يا الله، طبعا هذا ما اتوقع انه ياثر على اختيار المكعبات. تمام، متجاوبين ترى، متجاوبين. كفو، هدوء، بارك الله فيكم. مبارك، عندك 10 ثواني تقدر تسالها، ومن خلالها تحدد عدد المكعبات اللي بتغامر فيها. تفضل. اول شيء كم عمرك يا شو اسمها؟ معليش. اماني. ولا اعرف اسمها بعد. اماني، انا اشجع كفو. كفو، اماني كم عمرك؟ 18 سنه. ما شاء الله، 18 سنه، ما شاء الله. في اي مرحله؟ اولى جامعه. اولى جامعه، ما شاء الله ما شاء الله. يلا روح روح جيب لي عدد المكعبات. شكرا للي نقل الظروف، لا تورينا ولا حد ينتبه ارجوك. طيب. اوكي اوكي، مو مشكلة. تمام سامع. لا حد ينتبه، حتى فريقك انا ما ابغاهم ينتبهوا. لا تنتبهون عشان ينشدون كمان زياده. يلا اخوك متى بتختار؟ خليتها خلاص. يلا شكرا. مبارك تعال عندي يا مبارك. طبعا عدد المكعبات اللي موجود عندي لو جاوبتي صح يروح لقدها، لو جاوبتي خطا بيروح لكفو. السؤال يقول: ما هي اطول حدود بريه بين دولتين؟ يا لطيف، دولتين بينهم حدود بريه طويله مره، وكلهم برا مو بهنا. بين السعوديه والامارات. لا 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 لا، جاوبك هي، جاوبك انت. حلوك، بس هي بين السعوديه والامارات. اطول حدود بريه بين دولتين. ممكن تبكي معايا كده وتعبر عن حزنك عادي يعني. انا جارة حمراء. الان يجي موضوع كم اختار مكعب. لا احس واحد. تمام، يقولون واحد. هو اختار 4. لا ولا انا خرجت. هو خاف. لا على طول، لا انا ما شفت. عندك هو صدق انه اختار مكعب ومكعب، يعني مكعبين. حضروا لفريق كفو. شكرا شكرا، تفضلوا. الان النتيجه بدات، ها، مكعبين راحت لفريق كفو. عشان كذا جاوبت خطا. معليش، لا لا معليش، ناخذ تليفون. نحن ممكن التقدير والاحترام لفريق قدها لان جمهورهم ضعيف. ايش عليكم؟ طيب 1، 2، 3، ايش عليكم؟ 3، 2، 1، عندنا تليفون. الى متى بنكشش على بعض؟ صح. ساره معنا على التليفون، يا هلا والله، مرحبا. الو ساره، اسمعينا من الهاتف، الله يخليكي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السؤال الان موجود عند فريق كفو، انت تشجع اي فريق اول؟ قدها. يا الله، واحده عادي تخطئين، تكفين اخطئي عشان قدها. يا فريق قدها بارك الله فيكم، السؤال عند مين؟ عند كفو. سوى نفس الشيء، نهدى شوية. السؤال عندنا بدر، 10 ثواني كلنا سوا. هدوء، 10 ثواني تقدر من خلالها يعني تقرر حتغامر بعدد كم من المكعبات. تفضل. كم عمرك؟ ثانوي. صف كم؟ عشان في ثانوي. عمرك صف كم؟ عمرك صف كم؟ طيب، هي انت في اول ثانوي ولا ثاني ولا ثالث؟
ثاني ثانوي خلاص عمره معروف تمام. روح جيب الظروف عند عشان هنا لا يناظرون. جيب الظروف انقلها كلها هنا. الان حيختار لنا فريق كفو يا جماعه عدد المكعبات اللي حيغامروا فيها ويشوفوا ساره هل بياثر ميولها على اجابتها؟ اكيد ما ادري ولا لي الحق اني اوجهها. انا واثق بساره باذن الله. اوب اوب اوب. لا 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 لا. ايه المغامره دي؟ انت عارف انه ممكن النتيجه تنقلب بسبب اختيارك هذا؟ ليش؟ لان واثقين بساره باذن الله. واثق بساره. إيه؟ نعم. اقول لك توي خوي بس ساره كفو. انا حسأل هدوء وقتك على الشاشه. سؤالك يقول كان يسمى قديما ببحر الروم، ما هو هذا البحر؟ يسمى قديما ببحر الروم. البحر الأبيض المتوسط. البحر الأبيض يعني عشانك في الثانوي تعيريه تقولوا له المتوسط؟ ليه؟ 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 بالله بالله يجيبوا لي وجهه. تعال قل لي انت ليش اخترت العدد هذا من المكعبات البنت في الثانوي؟ شجع فريق قدها. عشان تشجع فريق قدها؟ يمكن تنتقم من فريق قدها. واو واو واو. كم اخترت مكعب؟ واحد. مكعب واحد. واحد كويس. طيب هو اختار مكعب واحد نظرا لانها تشجع فريق قدها، فقال يا ولد يمكن تجاوب غلط وتتعمد فنروح فيها. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.